بنتي كده؟ مش خلي بالك هتوقع عندي في المحل. يا ساتر يا رب، حصل ايه؟ حصل خير يا ست، حصل خير. طلعيها فوق عندي على الكرسي، قاعديها على الكرسي. يا ساتر عندي ظروف، متشكرين جدا. كوباية مية يا صلاح. حاضر يا معلم. أوام يا ابني. إزيك دلوقتي؟ أنا فين؟ أنت بخير يا ابني، أنت بخير. الحمد لله بيت سليمة. هي الحكاية دي بتجيلك كتير؟ جات لي مرتين قبل كده. بتحسي بإيه يعني؟ الدنيا بتسود قدام عيني. فجأة بلاقي نفسي مش حاسة بحاجة خالص. لا سلامتك، ألف سلامة. ألف سلامة. شكلك كده أحلى. الحمد لله إنك لقيتني في سكتك. الحمد لله، الحمد لله. المية بالنزل جات سليمة. اشربي يا بنتي اشربي. حاسة بحاجة دلوقتي؟ لا الحمد لله بقيت أحسن. أحسن ولا تقعدي تستريحي شوية؟ لا متشكرة. أنا بقيت كويسة عن إذنك. مع السلامة. يا ساتر يا رب. انت ما تعشيتش النهارده يا سيد؟ لا تعشيت الحمد لله. بقول لك ايه؟ انا يا حبيبي هاتي الطربوش. طربوش؟ ليه؟ لو انت خارج؟ لا لا بس هات الطربوش. طربوش ليه؟ هتعمل ايه بالطربوش وانت على السرير؟ شكرية هات الطربوش. اجيب الطربوش وانا اجيب الطربوش. مهرلت الطربوش. الطربوش يا سي السيد. حطي الطربوش. حطينا الطربوش يا سي السيد. شيل الطربوش. شيلنا الطربوش يا سي السيد. ايه رأيك بالطربوش احسن ولا من غير طربوش احسن؟ مالك يا سي السيد؟ جرالك حاجة يا اخويا؟ ماليش يا شكرية، أنا بخير. ودي بقى الطربوش وتصبح على خير. يا نعم. عندك حمة حمرا؟ حمرا؟ في حمرا وسودا كمان. طب اديني ربع كيلو من الحمرا. من عناية. انت حكايتك ايه؟ انت زعلان؟ اسمي ايه بقى بعد ما اتبحت؟ اسمك ايه؟ جمالات بنت ام جمالات. انت يبقى جوز امك عبد المنشار. عن اذنك. احنا بس لسه ما خلصناش الكلام. يوه ما قلت لك يا يمه ما انتش راضي. خلاص يمي اسمك ايه؟ جمالات. فين الشاي يا الله؟ ما انت خلاص شربته يا معلم. شربته يا مغفل؟ انا لسه هشربه يا واد.